العراق موجات كثيرة جت من بداية التاريخ مالته، يعني شوف الآثار الموجودة ببابل، الآثار الموجودة بحضر، موجودة بالناصرية بأور، دلالة على كان موجودين ولا زال موجودين. وأتصور اللي عايشين برا هم جسمهم هناك لكن قلبهم وروحهم هي هنا. لو يعرفون، يعني كثيرين يقولون لو السلام والأمان والهاي بالعراق احنا بدقيقة واحدة ما نبقى برا، بالرغم من جوها حلو وطبيعتها حلوة. أنا شايفة يعني رايح فرنسا رايح إسبانيا، بس هاي مغريات، يعني هاي ما تنطي حياة. بس احنا كشرقيين اجتماعيين نحب العشرة، نحب فما يتعودون هناك.